توصياتنا هذه، وكما رأيتم فقد بدأنا الحفل. صاحب الاختصاص لتأدية دور التحكيم، وهي في الغالب تتكون من شخصيات عربية من الأكاديمية أو غيرها من مجالات الاختصاص. من خلال تكريمنا للأستاذ نوري بوزيت، نعلن انحيازنا لكل مبدع عربي يساهم من خلال اختصاصه في إساءة دعائم النهضة ضمن مجتمعاتنا. مؤسسة ابن رشد للفكر الحر تمنح المخرج السينمائي التونسي نوري بوزيت جائزتها بهذا العام، تقديرا لمساهمته المتميزة بأعماله في إرهاف الحساسية ضد الظلم وإبناء الفكر النقدي في المجتمع العربي. أنا في بلدي وش نسترجل معكم زاد؟ مش نعطيكم الناس كل باسبوراتكم؟ حكاية الحلقة ذي الزهرة ذي مش نقطعها. مش يجي واحد يجيني يقول لي لا نحب نحرق ونحبش باسبور. غدوة الصباح تمشي تاخذ الفيزا بتاعك، تمشي للمباصات تقام يستناو فيك فرحانين بيك ما يسالش، خذ مخاطرهم خذ الجزء. ونمشي للوروب تلقاو عاد بنات تلقاو بنات بابا بلونديات وعندهم الفلوس ومرهم واضحة. ما يسالش. خذوهم وقدوا رقم، أما الحكايات الفارغة ذي تدخلوش يفك الأمور متاع لا هذه هكا ولا هكا ولا هكا لا. هاي سيدي عندي ميسيون. السلام عليكم. الكلمة اللي باش نقولها ممكن ما هيش في مستوى ردة الفعل اللي لازم تكون، خاطر نحس نوع من كان نحس روحي كاني تلميذ في الابتدائي خذ الجائزة. والله خلال أكثر من 20 سنة بذلت قصارى جهدي لكي أقترب من الشخصيات التي أرسمها، وذهب بي الحال إلى الالتجاء إلى عالم داخلي وأختار العزلة لكي ألتقي بهم وأسكن داخلهم. أصبحت واحدا منهم، أصبحوا جزءا مني. كنت أتوقع دون عناء أن مصيري سيكون شبيها بمصيرهم الذي رسمته. Fais-moi confiance. C'est un risque que tu prends. Prends-le avec moi. مصير شخصياتي هو الفشل والانهيار والهزيمة، لأنها هذه الشخصيات لا تملك
سوى تمردها الخفي وانطلاقتها نحو المجهول الذي يفوق عودها. ومكافأتها الوحيدة هي وعيها بالجرح بالداء وتعلمها المعاناة والصراع. فهي لم يكن لها الحظ أن تتوج، بل هي منسية مهمشة تخومية في غالب الأحيان، تهز بهدوء أو بثورة ما يحيط بها من توازن غير مستقر، وترفض بشكل غريزي نظام الأشياء من حولها حتى تجد راحتها في تقويضها. مدمازيل سامحني لحظة. تفضل. شو تعمل هنا؟ كنت نقرا. فيش تقرا؟ بعد حسنا. اللي كيفك انت ينجحوا في ساعة. مش في الباب زادت كل شيء. ما في بالي. يا باهي ياسر. أعطيني بطاقة تاريخ. لا نسيت في الدار. أنت عندك الزر تحت على واحد محبوح يحب اللعب. هو؟ والله واحد أخرى ما نسلتهاش. هو عايشة. باهي تعرف كيفاش باش تعمل عليه مزيان. ما نسهلكش. هو عندي برشا مش مزايا على الحق. لا باش نعطيك فرصتك. اوكي. فما حليلتك. عايشة. أي باهي ياسر. تعرف كيفاش؟ عارف. اسمح لي سير في المجال. تأمر يا باهي. أنت مغرومة باش تطيح. شكون قالك ذاتك؟ ظاهرة مشيتك واحد تاع. هو؟ والله. فرحتني. فرح قلبك. عايشة. تو نعملوا لك كليب. عندي ولاد صحاب يشتروا. يشتروا زادا؟ يشتروا يعملوا كل شيء. عليك. أما نورني برك من بعد. لا هو نورك مش قاعدة نعمل مع سامي. لاباس؟ خير. حلو. مرحبا. ما تحشمش على نورين. ها؟ تعرف تغني؟ ها؟ تعرف تغني؟ زلوا يمشينا هذا واخذوا بعضكم. فوالا هذيك مرتك. هذيك جبتها لك أنا مرتك. شاهد عليكم قلبي على مسافة تراب، انشاهد عليكم بيتي كي خنقتوها بالباب، انشاهد عليكم وحشي كي ولا العشق عذاب، اش سقيتوا هالتربة باش نبتتنا كلاب. مرآتي تعكس وتعكس وكأن صورها غير لائقة غير مشرفة، التشبه بها مضني متعب مؤلم غير مريح. لم نتعود أن نفتخر به بل نتنكر له وننكره.